هذا اللي واقع، هذا هيدروميتر، هذا اللي بيقيس فيه أنا نسبة الكحول بأي مشروب. مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ معكم زفلوسا. بدي أحكي بهذا الفيديو عن طريقة تحويل البيرة، البيرة اللي بدون كحول، لبيرة كحولية. أي بيرة بدون كحول بنقدر نحولها بيرة كحولية مسكرة بإضافات بسيطة موجودة عنا بالبيت. تذكروا دائما don't drink and drive، لا تسوق وانت تحت تأثير الكحول، ولا تشتغل بآلات وانت تحت تأثير الكحول. نبلش بالفيديو. اوكي اصدقائي، اي بيرة بدون كحول سواء كانت بنكهة او بدون نكهة، يعني بالشعير او بشعير واضافات مثل هي بالفراولة، بنقدر نحولها لبيرة كحولية عن طريق تخمير سكريات، لنحول السكريات لكحول. لأصدقائنا اللي ما بيعرفوا هاي المعلومة كيف بنعمل كحول طبيعي بدون أي إضافات صناعية، نحن في عنا بالخميرة الطبيعية في عنا إنزيمات، هاي الإنزيمات بتتغذى على السكريات أو على النشويات، بتاخدها بتعمل بداله كحول طبيعي صالح للشرب. بهي العملية رح نستخدم نحن السكريات لنحولها لكحول صالح للشرب. المكونات اللي بدنا اياها لهي العملية، كل عبوة هي 330 ميلي، كل عبوة بيرة 330 ميلي، بدنا ربع مع الأصغيرة، مع الأصغيرة ربع مع الأصغيرة خميرة فورية، خميرة العجين اللي بيستخدموها للخبز، اللي بيستخدموها للبيتزا، مو اللي بيستخدموها للحلويات، اللي بيستخدموها للعجين، ربع مع الآلة كل عبوة. وبدنا معل أو نص سكر لكل عبوة، سكر بني. هلأ إذا ما في عندك غير سكر أبيض ما في مشكلة، ما بيأثر بما أنه الكمية قليلة، كمية السكر يعني، بما أنه الكمية قليلة سكر أبيض ما في مشكلة، بس يفضل سكر بني سكر القصب. تمام، كل عبوة بدنا معل أو نص سكر وربع معلقة خميرة فورية. رح نبلش بالطريقة بشكل تفصيلي. اوكي اصدقائي، هلا الادوات اللي بدنا اياها، بدنا قنينة محكمة الاغلاق تكون نقدر نسكرها منيح، وبدنا بالون، وبدنا دبوس هذا بتعرفوا الدبوس، مشان نسقب فيه الغطاء تبع القنينة، لان ببساطة نحن بدنا نخلي تخرج غازات من القنينة ونمنع دخول الأكسجين مشان يتحول معنا كحول. لو دخل الأكسجين بيتحول لحمض الخليك، ما رح يتحول لكحول. فهلأ رح نسقب الغطاء، نسقبه من الوسط بالضبط بالدبوس. رح أحمي الدبوس بالنار، سخنه مشان نسقب فيه الغطاء. تمام، هلأ سقبت الغطاء، سقب واحد من النص، من الوسط يعني، وجاهزة. هلأ شو بدنا نعمل؟ بدنا نجهز الخميرة. الخميرة مثل ما قلنا كل عبوة بدنا ربع معلقة، انت اذا زودت الكمية ضاعف الكميات حسب ما زودت. هذا اللي وقع، هذا هيدروميتر، هذا اللي بقيس فيه أنا نسبة الكحول بأي مشروب. تمام، هلا هي حوالي نص معلقة خميرة صغيرة، وبدنا سكر معلقة ونص لكل واحدة، يعني بدنا ثلاث معالق، هي الثانية وهي الثالثة، وهدول كلهم بنضيف عليهم مي دافية، مي دافية وليس مي سخنة، المي السخنة بتفسد الخميرة بتموتها، بنضيف عليهم مي دافية أقل من نص الكاسة بشوي، وبنحركهم كتير منيح
هي الخميرة تصير مثل شقف يعني، لازم تحركها كتير منيح لحتى تفك. هلأ هي لازم نتركها حوالي 10 دقائق مشان نرجع نحطها في القنينة. نتركها 10 دقائق ونرجع بعد 10 دقائق. اوكي اصدقائي، هلا رجعت بعد 10 دقائق مشان نحط المكونات كلها مع بعضها بقنينة التخمير. الدرجة المناسبة للتخمير، درجة الحرارة بتتراوح ما بين 18 و28 درجة. شايفين هلا درجة الحرارة 20، الدرجة المناسبة بين 18 و28 درجة. أقل بدرجة، بالدرجة درجتين، أكثر بدرجة درجتين ما في مشكلة، بس يفضل يكون بهالحدود ما بين 18 و28. راح نضيف المكونات كلها مع بعضها. هاي السكر والخميرة، وهي البيرة، بنصبها بشكل مايل مشان ما يطلع معنا رغوة كتير يعني. هي حطيناهم كلهم مع بعض. هلا بدي انا اقيس كثافه السائل. طبعا هي الحركه انتم ما لازم تعملوها، يعني ما في داعي تعملوها، هي انا بعملها مشان اتاكد من نسبه الكحول، بس بما انه عم تحطوا نفس المكونات رح تطلع عندكم نفس نسبه الكحول. هي انا بعملها مشان اتاكد من كل المشاريب اللي بعملها. هذا اسمه هيدروميتر، هذا بيقيس كثافه اي سائل بمعامل الكيمياء، بقيس كثافة أي سائل. فأنا هلأ رح قيس كثافة السائل قبل التخمير وبعد التخمير مشان منه استنتج نسبة الكحول. هذا بها الطريقة أنا بيعطيني نسبة كثافة السائل، بشوفها قبل التخمير وبعد التخمير مشان نحسبها بس نخلص. هلا بنسكر القنينة. بنسكرها كتير منيح. وبنحط البالون. البالون لازم كمان نسقب واحد كمان. مشان يخرج الغازات وما يدخل اكسجين. هلا هيك ركبناه، والافضل يعني نحط عليه الزيت مشان ما ممكن يفك البالون. اذا فك ودخل اكسجين راح تفسد العمليه وما راح يصير عندنا كحول. هلا هيك ركبت البالون ولفيت عليه الزيت، وراح اتركه وارجع بعد حوالي ساعتين ثلاثه مشان نشوفها بتكون بلشت عمليه التخمير والغازات بلشت تطلع من البالون، بيكون انتفخ وعم يطالع الغازات. برجع لكم بعد 3 ساعات. هلا اصدقائي بعد 3 ساعات شايفين كيف البالون انتفخ، عم بيخرج غازات والتخمير يعني شغال. بنتركها على هي الوضعيه 5 ايام. بعد 5 ايام بيكون صار عندنا بيره جاهزه للشرب. برجع لكم بعد 5 ايام. اوكي اصدقائي، هلا هيك بعد 5 ايام هلا هيك بيكون صار جاهز معنا المشروب. هلا يفضل يعني ننقله على قنينه ازاز. هلا بالبدايه انت بتقدر تحطه بقنينه ازاز، يفضل بازاز يعني، بس انا عم بعمل شيء سريع ومتواجد عند اي حدا
مشان تكون القصة أسهل. وبما أنه فترة التخمير قصيرة يعني هي 5-6 أيام فما في مشكلة بالبلاستيك يعني، بس لو كان متواجد الإزاز أفضل. هلا بدنا ننقل البيرة من هون للقنينة الإزاز، نحن بنقدر نشربها بس يفضل نتركها يوم بالبراد بنشربها بيكون طعمها أزبط بكتير. هلا هيك نسبة الكحول رح قيسها هلا معكم. تمام، هلا بنقيس النسبة بالهيدروميتر، بس قلت لكم يعني انتم ما في داعي تعملوها، يعني ما في داعي لهي الادوات، انا بستخدمها مشان اتاكد من النسبة. فهون انا بقدر شوف كثافة السائل اللي عملناه، وبحسبة بسيطة بقدر اعرف نسبة الكحول. هلا هيك انا شايف النسبة 4%. هلا صار معنا بيرة بنسبة كحول 4% جاهزة للشرب. بتقدر تشربها فورا وبتقدر تتركها يوم بالفريز، يوم او اكثر يعني، صباحيتها سنة هي، يوم او اكثر تتركها بالبراد وتمام. لونها كتير حلو. طبعا بالعبوة رح تشوفوا رواسب بأسفل أنية التخمير، بنحطهم ونترك الرواسب ما بنقلبهم أحسن. هلأ هيك صار عنا بيرة بنسبة كحول 4% جاهزة للشرب. بتمنى لكم دائما أصدقائي شراب لذيذ ومزاج عالي. اي سؤال بدكم اياه اسالوني اياه بالتعليقات وانا رح احاول جاوب عليه باسرع وقت.